هي عبارة عن function فجأة بتاخد خطوة واحدة لفوق unit step لفوق بتبقى zero لما تكون time less than zero وبعد كده فجأة بتاخد خطوة لفوق عند time يساوي zero. هي من آخر كده هي function بتدخل لها رقم، الرقم ده لو طلع سالب هي بتطلع zero، لو طلع موجب هي بتطلع ايه؟ 1. فانت لو دخلتها تي ناقص كي هي هتحكم على تي ناقص كي دي لو هي موجبه ولا سالبه، لو سالبه تطلعك زيرو لو موجبه تطلع 1. طيب امتى تي ناقص كي تبقى سالبه؟ لما تكون التي اقل من الكي، ساعتها الداله تطلع لك ايه؟ صفر. امتى الكميه اللي بتخش جوه الفانكشن دي موجبه؟ لما تكون التي اكبر من الكي، ساعتها الفانكشن تطلع لك ايه؟ تطلع لك 1. خلاص احنا بقى يهمنا تشوف تي ناقص كي الفانكشن دي اللي هي بتبقى زيرو قبل كي وبعد كده بتاخد خطوه واحده لفوق. تمام. طيب ايه بقى لازمه الفانكشن دي؟ نفترض ان انا عندي سيجنال عند الترانسميتر عايز ابعتها او عايز ابعتها للريسيفر، بس هي هيحصل لها ديلي، هتوصل متاخره مقدار كي. تمام. اوصف الداله الديليد اللي وصلت للريسيفر ازاي؟ عادي جدا، الديلي ده عباره عن شيفت، فاقول ان هي اف في تي ناقص كي. بس مشكله اف في تي ناقص كي ان هو بيجيب لك الجزء ده، شايفين الجزء ده بيظهر هنا، واحنا قبل التي بيساوي كي عايزين نصفر كل اللي على الشمال ده. فاعمل الكلام ده ازاي؟ اضرب في اتش اوف تي ناقص كي. يبقى مش كفايه الشيفت، لان الشيفت بياخد الجزء السالب، جزء صغير من السالب كده اللي هو من ناقص كي لزيرو هيظهر لي من زيرو لكي، والجزء ده اساسا ما كانش موجود عند الايه؟ عند الترانسميتر. تمام؟ فعشان عشان اوصف وصف رياضي دقيق للسيجنال المتاخره بس الماضي ده ممسوح، هعمل ايه؟ هعمل شيفتنج وفي نفس الوقت اضرب في مين؟ اتش اوف تي ناقص كي. يبقى هي عباره عن ديلي مع نسيان الماضي. يعني انا السيجنال بتوصل متاخره واي حاجه قبل كده بنساها بشطبها. تمام؟ ده اول استخدام. تاني استخدام لما يكون عندي فانكشن بيس وايز ديفايند. يعني ايه فانكشن بيس وايز ديفايند؟ يعني ليها تعريف لكل فتره، ليها كذا تعريف، كل فتره ليها تعريف مختلف. تمام. فالشكل ده بالظريف هي بزيرو لما تكون تي اقل من ايه، باف تي لما تكون تي ما بين ايه وبي وهكذا. طيب انا هاخد الفانكشن بتاعتنا اللي هي اف اوف تي دي كلها اضربها في المستطيل ده. طب المستطيل ده عباره عن ايه؟ المستطيل ده لو فكرت فيه عباره عن اتش اوف تي ناقص ايه ناقص اتش اوف تي ناقص بي. اتش اوف تي ناقص ايه اللي هي جايه عند الايه وتاخد خطوه، اتش اوف تي ناقص بي جايه عند بي بتاخد خطوه. لما تطرح الاثنين دول من بعض هيدي لك المستطيل ده. اضرب المستطيل ده في الداله الاصليه اللي هي اف اوف تي تدي لك مين؟ جي اوف تي. يبقى ممكن اقول ان الجي اوف تي عباره عن ايه؟ اف اوف تي مضروبه في اتش اوف تي ناقص ايه ناقص اتش اوف تي ناقص بي. ده يا جماعه هو الايكوفلنت لده. فبدل ما تعريف الداله بتاعي يبقى كل فتره ليها تعريف مختلف، بقى عندي فانكشن واحده تنفع لجميع قيم ايه. يعني هنا اكتب بقى تي بقى من فين لفين؟ من عادي من زيرو لمنهايه. تاني فكر فيها كده، لما تكون التي اقل من الاي، طالما هي اقل من الاي يبقى هي اقل من بي برضو، يبقى اتش اوف تي ناقص اي بكام؟ بصفر. واتش اوف تي ناقص بي بصفر. يبقى صفر ناقص صفر بصفر تتضرب في الاف اوف تي، يعني النتيجه تبدا بصفر، وده فعلا متحقق لما تكون التي اقل من الاي. طيب لما تكون التي اكبر من البي، طالما هي اكبر من بي يبقى هي كمان اكبر من الاي. طيب الهافسايد دي زي ما اتفقنا فانكشن بتدخلها رقم، لو الرقم ده موجب تطلع لك واحد. التي اكبر من البي يبقى نتيجه الهافسايد دي كام؟ واحد. نتيجه الهافسايد دي برضو بواحد، واحد ناقص واحد بصفر، يبقى النتيجه تطلع بصفر. حلو قوي. طيب لما تكون التي اكبر من الاي لكن اقل من البي، يبقى ده بصفر وده بكام؟ بواحد. تدي لك الداله بتاعتنا اللي هي اف اوف تي من ايه لبي. طيب فاللي بيحصل بقى ان هو بيدي لك داله ليها اكتر من تعريف، ف
فترات كتير وكل فترة ليها تعريف انت تحولها في سايد وبعد كده جايب لها لابلاس ترانسفورم بتاعها. طيب ايه بقى القانون بتاع لابلاس ترانسفورم بتاع ده بتاع الفي سايد اساسا؟ اتش اوف تي ناقص كي ده لابلاس ترانسفورم بتاع الهافي سايد فانكشن. طيب لابلاس ترانسفورم بتاع الهافي سايد فانكشن بس مضروبه في داله شيفتد السطر ده لازم تعرف ازاي بتطبقه. والسطر ده بيقول ايه؟ لو انت عندك داله معمول لها مقدار مقدار من الشيفت مضروبه في هافي سايد سب فانكشن ليها نفس الشيفت، لازم هما الاثنين يكون ليهم نفس الشيفت، ساعتها بتعمل ايه؟ في الاول بتطنش في هافي سايد خالص وبتعتبر الداله بالشيفت خالص وتجيب اللابلاس ترانسفورم بتاع الداله من غير الشيفت اللي هو مين؟ اللي هو اف او اس، وبعد كده تفتكر لا دي شيفتد اساسا المفروض مضروبه هافي سايد بنفس الشيفت يبقى اضرب فيه ناقص كي اس حيث ان كده مقدار الشيفت. تمام؟ يعني لو احنا عايزين نطبقه على حاجات كده سهله كده، البلس ترانسفورم بتاع تي ناقص 3 هول سكويرد مضروبه في اتش اوف تي ناقص 3. خلي الثلاثة دي رقم تاني كده، خليها رقم 7. فالقانون ده بيقول ايه؟ لو انت عندك دالة معمولها شيفت مضروبة في سايد معمول له نفس الشيفت، لازم يكون هما الاثنين ليهم نفس الشيفت، طنص الشيفت اساسا. يعني ايه؟ اعتبرها تي اس 2. جيب لابلاس ترانسفورم بتاع تي اس 2 اللي هو مين؟ فيكتورها 2 على اسس 3. كده انا جبت الاف اوف اس. بعد كده اضرب في مين؟ يوس ناقص 7 اس. اخد الرقم ده باشارته. طيب. هنا ما ينفعش اطبق القانون ده خالص. او على الاقل مش بالشكل ده، محتاج اظبطها عشان اطبق القانون ده. لازم تبقى دي معمولها شيفت نفس مقدار الهافي سايد. فالموضوع سهل جدا، بعمل ايه؟ بطرح 3 واجمع 3. كل الكلام ده مضروب في مين؟ فاتش اوف تي ناقص 3. وبعد كده اطبق القانونين دول. ازاي؟ الثلاثه تضرب في اتش اوف تي ناقص 3 يبقى انا عندي الحاله دي. طيب الاتش اوف تي ناقص 3 تضرب في تي ناقص 3 اجيب البلس ترانسفورم بتاع تي لوحده. يعني تي ناقص 3 دي اللي هي مضروبه في اتش اوف تي ناقص 3 هعملها معامله التي. البلس ترانسفورم بتاع التي بكام؟ 1 على اس سكويرد. بس اضرب في كام؟ اس ناقص 3 اس. طيب 3 على اس اس ناقص 3 اس. طيب نفترض ان انا عندي تي سكويرد في اتش اوف تي ناقص 2. هخليها اتش اوف تي ناقص ماشي. برضه نفس الفكره، لازم اخلي تي سكويرد دي تي ماينس 1. تي ماينس 1 بقى سكويرد زائد تي ماينس 1 ما اعرفش، يعني تبقى بدلاله تي ماينس 1. تمام؟ طيب انا هعملها بالطريقه الصعبه. تي سكويرد ازاي اكتبها بدلاله تي ماينس 1؟ مبدئيا هقول الكلام ده، بس الكلام ده اكيد غلط. هنشوف ايه الغلط اللي فيه ان شاء الله. طبعا ده لا يساوي ده، تي سكويرد لما مش اكيد لا تساوي تي سكويرد ماينس 2 تي زائد 1. طيب يبقى دي بتساوي دي، يبقى دول زياده. ازاي تخلص منهم؟ اجمع 2 تي، بس ما ينفعش اجمع 2 تي لان انا عايز اكتب كل حاجه بدايه تي ماينس 1، فاجمع كام؟ طيب يبقى اللي انا كتبته ده كام؟ اللي انا كتبته لغايه دلوقتي عباره عن تي سكويرد ماينس 60 تي زائد 1 زائد 2 تي ماينس 60.
1 ناقص 2 ماينس 1، ما عنديش ناقص 1 يبقى اعمل ايه؟ اجمع 1. اللي انا بعمله بس عشان لو في حد مش واخد باله انا بعمل ايه، انا بعمل ايه؟ بعيد كتابه التي سكويرد بدلاله التي ماينس 1. فبنبين بقول التي سكويرد بيساوي تي ماينس 1 سكويرد، بس طبعا الكلام ده غلط. فشوف ايه الزياده واشيله، اشيله بس برضو مع المحافظه على كتابه كل حاجه بدلاله مين؟ تي ماينس 1. طيب يبقى الكلام ده بيساوي لابلاس ترانسفورم بتاع مين؟ تي ماينس 1 اول سكويرد زائد 2 في تي ماينس 1 زائد 1، كل الكلام ده مضروب في مين؟ في اتش اوف تي ماينس 1. دلوقتي اطبق مين؟ اطبق القانون ده ثلاث مرات، مره مع التي سكويرد، مره مع تي، مره مع ال1. بتاخد الصوره بتاع تي سكويرد من غير الشيفت خالص، 1 على اس سكويرد. بتاخد الصوره بتاع 2 تي، 1 على اس كيوب، فاكتور 2 على اس كيوب، و2 على اس سكويرد. ماشي، تي سكويرد فيكتور الباس سكويرد بتاعها 2 على اس كيوب، ال2 تي 2 على اس سكويرد، ال1 1 على اس. كل الكلام ده انا ناسي مين؟ الضرب في اس ناقص اس. طيب عمليه اعاده كتابه تي سكويرد بدات تي ماينس 1 تتعمل بطريقه اسهل، تتعمل بالتعويض. طيب انا هنحل مسالتين وبعد كده نخش في البريودك ونحل كام مساله كده، مسالتين الظروف كده في البريودك. طيب الفانكشن اللي هو هيدهاني، مش هيدهاني بدايه هافي سايد، هيدهاني ايه؟ هيدهاني على شكل داله ليها كذا تعريف، حاجه بالشكل ده. واحنا عارفين انه من وظيفه الهافيسايد ان هي تعيد كتابه الداله بالشكل كده بداله الهافيسايد، وتبقى التعريف الجديد فاليد او يعني ينفع لجميع قيم تي. فايه بقى التعريف الجديد اللي ينفع لجميع قيم تي؟ تكتب تي سكويرد وتضربها في اتش اوف تي ناقص بدايه فتره التعريف ناقص اتش اوف تي ناقص نهايه فتره التعريف. يبقى تضربها في اتش اوف تي ناقص 0 ناقص اتش اوف تي ناقص 2. بعد كده تخش على التعريف اللي بعده اللي هو مين؟ تي ماينس 1، تضربه في اتش اوف تي ناقص بدايه التعريف يبقى اتش اوف تي ناقص 2 ناقص اتش اوف تي ناقص نهايه التعريف اللي هو اتش اوف تي ناقص 3. طيب اخر واحده خالص بتضرب في اتش اوف تي ناقص بدايه التعريف وخلاص، اللي هي تعريفها من رقم لغايه ما النهايه، يبقى تضرب في اتش اوف تي ناقص 3 خلاص. عايز تفكر فيها بطريقه ثانيه، بصوا هعيد كتابه الفتره دي، اكتبها كده كل الفترات دلوقتي بقت ايه؟ تي اقل من رقم، اكبر من رقم واقل من رقم، تمام؟ تي ما بين رقمين يعني. فاول اتش اوف تي ناقص 3 ناقص اتش اوف تي ناقص ما لا نهايه، اتش اوف تي ناقص ما نهايه مهما كانت التي هي نفسها اتش اوف تي ناقص ما نهايه. اتش اوف تي ناقص ما نهايه بكام تفتكروا؟ تاني لما بنقول انه تعريف الهافيسايد هي داله دخل لها رقم سالب طلع لك زيرو، دخل لها رقم موجب طلع لها ايه؟ طلع لك 1. هطلع لك ايه بقى؟ زيرو. ها
تمام، بس عشان تبقى طريقه كونسيستنت مع باقي الفترات. تمام. طيب بعد ما قعدت كتابه، طبعا التعريف ده بقى ايه مسته؟ ان هو فاليد لجميع قيم تي. دلوقتي هطبق القانون ده، بس القانون ده بيقول ايه؟ لازم تكون الداله معموله شيفت نفس مقدار الشيفت بتاع الهافي سايد. واحنا عندنا اساسا كام هافي سايد؟ 1 2 3. اتش اوف تي واتش اوف تي ناقص 2 واتش اوف تي ناقص 3. هي عامه اتش اوف تي بتتعامل مع معامله ال1 في البلس فورم. حط هنا كيب 0 هيبقى البلس فورم بتاع اتش اوف تي بكام؟ يوس 0 1 على اس. مش هو ده البلس فورم بتاع ال1؟ ال اتش اوف تي اساسا هي 1 اساسا من تي بيساوي 0 ما نهايه. واحنا دراستنا لجميع الفانكشنز في البلس فورم بتهتم من تي بيساوي 0 لغايه ما نهايه، ما بتهتمش بالتي اقل من 0. فال1 وال اتش اوف تي بالنسبه لنا حاجه واحده، ان احنا ندرس من اول تي بيساوي ايه؟ ما نهايه وانت طالع. طيب المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعيد كتابه، مش هنعيد كتابه، هنعيد ترتيب الفانكشن نفسها. اول خطوه ان احنا كتبنا بدايه في زايد. تاني خطوه ان احنا نجمع اتش اوف تي مع بعض، اي حاجه فيها اتش اوف تي ناقص 2 نجمعها مع بعض وهكذا. ايه المضروب في اتش اوف تي؟ مفيش غير التي سكوير. طيب ايه المضروب في اتش اوف تي ناقص 2؟ ناقص تي سكوير. وايه تاني؟ ده مضروب في اتش اوف تي ناقص 2. طيب ايه المضروب في اتش اوف تي ناقص 3؟ تمام. حلو. وبعدين اطبق بقى القانون ده بس 3 مرات، مره مع اتش اوف تي، مره مع اتش اوف تي ناقص 2، مره مع اتش اوف تي ناقص 3. بس كل مره لازم الفانكشن معمولها شيفت نفس مقدار الهافي سايد. طيب اول واحده بنقول احنا قلنا الاتش اوف تي بتتعامل معامله الايه؟ ال1. اول واحده هي تي سكورد مضروبه في 1. تاني واحده بقى وتالت واحده ناخدهم كده على جنب. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ ركزوا معايا، عشان نطبق القانون ده لازم نعيد كتابه ده بدل تي ناقص 2. فعايزين نعيد كتاب ناقص تي سكوير زي تي ماينس 1 بدل تي ناقص 2. كل اللي تعمله انك تعمل تعويض، تقول يو بيساوي تي ماينس 1. اللي انت عايز تكتب بدالته تعوض بيه. وبعدين هي تي هنا بكام؟ يو زائد 2. امسك يو زائد 2 دي وعوض بيها فين هنا؟ يبقى ماينس تي سكويرد زائد تي ماينس 1 بتساوي كل تي احط بدلها يو زائد 2. يبقى كان ده بيساوي ناقص يو سكويرد ناقص 4 يو ماينس 4 زائد يو زائد 1 اللي هي ماينس يو سكويرد ماينس 3 يو ماينس 3. صح كده ولا انا غلطت؟ طيب هنا بقى اشيل يو حط بدلها تي ماينس 2، بس ما فكش. ليه بقى؟ لان انا لو فكيت هترجع لي دي. انا عملت عمليه عكس الفك، تجميع بدايه تي ماينس ايه 2. طيب امسك اللي انا جبته ده بقى حطه فين؟ حط هنا اهو.
طيب يبقى تعالى نعيد كتابة دي. دي عبارة عن ايه؟ ناقص t minus 2 all squared ناقص 3 في t minus 2 ناقص 3. كل الكلام ده مضروب في مين؟ h في t ناقص 2. طيب ونعيد كتابة ده برضو. ده بقى مش محتاج تعويض. ده ناقص t زائد 8. لازم تبقى الداله المضروبه في اتش في تي ناقص 3 يبقى معموله شفت مقدار تي ناقص مقدار 3. فناقص تي زائد 8 دي اكتبها ازاي؟ ناقص تي ناقص 3 زائد 5 دي هي ناقص تي زائد 8 مضروبه في مين؟ اتش في تي ناقص 3. تمام. كل واحد فيهم بقى يجيب البلس فورم بتاعه. البلس فورم بتاع دي بكام؟ ناقص 2 على اس كيوب ناقص 3 على اس سكويرد ناقص 3 على اس مضروبه في اي اس ناقص 2 اس. البلس فورم بتاع دي عباره عن 2 على اس كيوب ال اتش اوف تي بعملها معامله ال 1. البلس فورم بتاع ده ناقص 1 على اس سكويرد في اس ناقص 3 اس. تمام. يبقى الفكره كلها انه الداله الاصليه مكتوبه على اساس ان هي اكثر من تعريف في كل فتره ليها تعريف مختلف. بعيد كتابتها بدايه الهافيسايد بجمع الهافيسايد اللي شبه بعض الحاجات المضروبه في نفس الهافيسايد جنب بعض. وبعد كده اي حاجه مضروبه في هافيسايد معين بمقدار شيفت معين عيد كتابته بدايه ايه الشيفت ده عن طريق التعويض. طيب حل المساله انفرس وبعد كده نخش في البلس فورم بتاع بيريودك فانكشنز. لما بجيب الانفرس بطبق القانون ده بالعكس فالاقي ان انا عندي فانكشن اوريدي بعرف اجيب الانفرس بتاعها بس مشكلتها ان هي مضروبه في الاكسبونشال. ده اعمل ايه؟ اجيب الانفرس بتاع الفانكشن من غير الاكسبونشال ده هيديني اف اوف تي. بعد كده اعمل شيفت للفانكشن اللي انا جبتها في التايم دي بمقدار ايه الرقم اللي مضروب في الاس في ايه في الاكسبونشال وبعد كده اضرب في اتش اوف تي. تمام. طيب تعالوا نعمل الكلام ده. الكلام ده هعمله كام مره؟ عندي كام اكسبونشال؟ اثنين؟ لا ثلاثة لأنه مضرب القوسين في بعض. طيب واحد في واحد بواحد ناقص إيس ناقص 2 أس في واحد هتبقى ناقص إيس ناقص 2 أس. اثنين إيس ناقص 3 أس في واحد يبقى زائد اثنين في إيس ناقص 3 أس. ده في ده يبقى ناقص اثنين إيس ناقص كام؟ 5 أس. كل الكلام ده مقسوم على أس سكوير. هجيب الانفرس الاربع ترمات دول كل واحد فيهم لوحده. لو انا جبت الانفرس بتاع كل واحد فيهم من غير الاكسبانشن الانفرس بتاع الاولاني تي سكويرد والتاني برضه تي سكويرد والتالت تي سكويرد بس كل تي سكويرد هيبقى معمولها شيفت مختلف عن التاني. يعني اول واحده تي سكويرد اللي هي الانفرس بتاع واحد على اس سكويرد. تاني واحده هي تي ناقص 2 مضروبه في اتش اوف تي ناقص 2 اللي هي مين؟ اي اس ناقص 2 اس على اس سكويرد. اجيب الانفرس بتاع 1 على اس سكويرد بس هو ده الاف بس 1 على اس سكويرد الانفرس بتاعها بكام؟ ب تي. اعملها شيفت بنفس المقدار الرقم اللي مضروب في الاس في الاكسبانشن يبقى اعملها بمقدار 2 شيفت مقدار 2 وضع في اتش اوف تي ناقص 2. طيب بعد كده 2 تي ناقص 3 اتش اوف تي ناقص 3 اللي هو الانفرس بتاع الجزء ده. قول يا فندم. اول ترم تي بس. طيب واخر ترم خالص
كده مجرد طبقنا القانون ده ثلاث مرات، تختلف كل مره كي، حتى لفه بس هي هي كي هي اللي اتغيرت طبعا، وثابت المضروب في الايه في الفانكشن. طيب بعد ما جبنا الانفرس قال لك عايزين نرسم الداله دي. فاكر المساله اللي فاتت كان هو مديني داله ليها اكثر من تعريف وانا حولتها في سايت. دلوقتي انا عندي داله فيها في سايت او هاي في سايز كتير، وعايز احولها داله ليها اكثر من تعريف. فركزوا بقى النقطه دي، انا عندي كام هافي سايد؟ ثلاثه صح، خليهم اربعه. بقى عندي كام هافي سايد؟ اربعه هافي سايد. قسم الداله بتاعتك الى اربع انترفلز. انتبه أولية من 0 ل 2، من 2 ل 3، من 3 ل 5، من 5 لما نهاية. طيب رتب الهافيسايد بترتيب تصاعدي بالشكل ده، اتش اوف تي بعد كده اتش اوف تي ناقص رقم اكبر، بعد كده اتش اوف تي ناقص رقم اكبر من الاثنين اللي قبلين وهكذا. وبعد كده اول حاجه اكتب الترم الاولاني بس، بعد كده الترم الاولاني والثاني، بعد كده الترم الاولاني والثاني والثالث. وبعد كده الاربع ترمات او كل الترمات اللي عندك. طبعا انا في الاول باخد اول ترم، بعد كده اول وثاني ترم، فاختصر اول وثاني ترم، لان انت بعد كده هتاخد اول وثاني وثالث ترم. يعني كل مره كل احنا شغالين نختصر، يعني ايه دي تي مختصره، دي عباره عن كام؟ 2. طيب دي عباره عن 2 زائد الكلام ده يبقى كام؟ تمام. دي بقى عباره عن 2 تي ناقص 4 زائد الكلام ده يبقى كام؟ واحد. ست. انا باخد اول ترم بعد كده اخد ستة ليه؟ لانه دي عشرة ونقص اربعة. تمام؟ يبقى انا باخد اول ترم بعد كده اول وتاني ترم واختصرهم، بعد كده اول وتاني وتالت ترم، فبالتالي اخد اختصار اول ترمين واجمعه على التالت وهكذا. طيب كل ده ليه؟ لان هو طلب ان احنا نرسم. فنرسم ازاي؟ عادي جدا، هناخد اول تعريف ونعوض بفتره البدايه وفتره النهايه، ونرسم تاني تعريف وعوض بدايه ونهايه التعريف التاني وهكذا. فانا عندي تي سكويرد او تي اسف من 0 ل 2 ادي تي. طب هي في الاخر خلاص توصل لكام؟ ل 2. من 2 ل 3 تعريف الداله بكام؟ بثابت ب 2. طيب من 3 ل 5 تعريف الداله بالشكل ده. طب تعوض، تعالوا نعوض 2 في 3 ماينس 4 ب 2. طيب 2 في 5 ناقص 4 بستة، يبقى اوصل ما بين نقطة 2 ونقطة 6، لأن ده أساسا إيه؟ لينير فانكشن ستريت لاين. وبعد كده من 3 لغاية 5، آسف إحنا كده جبنا من 3 ل 5، من 5 لما نهاية بكام؟ بستة. تمام؟ طيب هي مش لازم تكون الدالة كونتينيوس بالشكل ده، يعني هو مصمم المسألة، هو صمم المسألة إزاي؟ افتكروا صمم المساله مصممها ازاي. رسم الرسمه دي وطلع منها دي، تمام، كتبها بدايتها في سايد وبعد كده عمل البلس فرونت. فالداله كونتينيوس ليه؟ لان هو مصممها كده، لان هو مشي بالعكس،
يعني يا بالصدفه شوف ازاي النتيجه طلعت داله كونتينر شكلها ظريف. ان انا لما اعوض هنا مثلا بثلاثه هو هتطلع باثنين اللي هي نفس التعويض هنا بثلاثه. لا ده هو مصممها كده. طيب كان بقى على البرودكت فانكشنز. قبل ما نتكلم على البرودكت فانكشنز تعالوا نعمل حاجه ظريفه جدا. تعالوا نختصر كل القوانين اللي خدناها لغايه دلوقتي. تمام؟ طيب فيرست شيفت ثيرم كان بتقول ايه؟ البلس ترانسفورم بتاع اف اوف تي في يو سي اي تي كان عباره عن ايه؟ تمام. فانا مش عايز اقول البلس ترانسفورم بتاع الكلام ده بيساوي ده او الانفرس بتاع الكلام ده يساوي ده، فاعمل سهم رايح جاي. خلاص في القانون ده يعني اطبقه وانا بجيب البلس ترانسفورم او بجيب الانفرس. تمام. طيب عندنا برضو قانون بيقول ايه؟ التي في الاف اوف تي مش بيساوي بقى. ايوه تمام. وتعالوا نعممه شويه، تي اس ان في الاف اوف تي تمام. وعندنا برضو طيب عايز حد يفكر لي في قانون مقابل لكل قانون من دول، قانون شبه كل قانون من دول اخدناهم. احنا لسه ما خلصناش كل القوانين، لسه في البلس ترانسفورم بتاع التفاضل، البلس ترانسفورم بتاع هافي سايد. ايوه طيب احنا لسه كنا بنتكلم على هافي سايد سب فانكشن، كنا بنقول لو هي معمولها شيفت في التايم مضروبه في هافي سايد، شيفت في التايم مش في الاس، بعمل ايه في الاس دومين؟ بضرب يو اس ناقص كي اس. يبقى المقابل القانون ده بيقول ايه؟ اف اوف تي ناقص كي فاتش اوف تي ناقص كي البلس ترانسفورم بتاعه كام؟ اف اوف اس، اف اوف اس مضروب في مين؟ في تشابه وفي اختلاف، يعني انا عارف ان في اختلاف تمام، بس في تشابه. تشابه ايه التشابه؟ شيفت في دومين بيعمل ايه في الدومين المقابل؟ بيضاف اكسبانشن في الدومين المقابل. الكلام ده متحقق في ايه؟ في القانونين دول تمام. ده كنا سميناه فيرست شيفت ثيرم، وسمينا ده ايه؟ سكند شيفت ثيرم. طيب حد يفكر لي في مقابل الاثنين دول؟ تفاضل في التايم دومين. يبقى نفتكر القانون بتاع التفاضل في التايم دومين، الاف داش اوف تي كان البلس ترانسفورم بتاعها ايه؟ اس في ايه زائد شويه حاجات كده صغيره، بس انت لو طنشت حاجات صغيره تقريبا نفس المبدا. الضرب في التي بيبقى عباره عن تفاضل في الاس، الضرب في الاس عباره عن ايه؟ تفاضل في التي تمام. طيب التشابه ده مش هيفيدك في حاجه خالص، غير ان هو بس هيلم لك الجدول كده، تحس ان هو انه قوانين لمتها في جدول وفي تناظر ما بين العناصر الموجودة في نفس الصف في الجدول. طيب عايزين نشوف تفاضل بتاع اي اوردر. ايوة. زائد شوية حاجات كده. تمام. حلو. دي بقى صعبة. دي صعبة.
يبقى انا عايز دلوقتي يحصل تكامل في مين؟ في التايم. بس انا هكتبها جي اوف يو ديو. لا كنت بص كتبت جي اوف يو، انا قلت هتيجي منين. دي كونفوليوشن. كونفوليوشن مع مين؟ مع 1. فاعمل ايه؟ جيب لابلاس ترانسفورم بتاع مين واضرب في لابلاس ترانسفورم بتاع ال1، نلاقي ايه؟ كاني قسمت على التي. تمام. طيب في قانون هنا كونفوليوشن بقى نكتبه. في قانون مشابه ليه مش علينا خالص فمش هكتبه حتى، اسمه فريكوانسي دومين كونفوليوشن. لا مش حافظه. طيب تعالوا نسمي بقى القوانين كده. ده اسمه ايه؟ فيرست شيفت ثيرم. خلينا نسميه فريكوانسي دومين ديفرنشيشن او ديرفيتيف. لا شيفت اسم. بصوا يا جماعه احنا بالترتيب اخذنا القانون ده ثم ده ثم ده ثم ده. لما اخذنا ده ده جاب التبعيه، ما خدناهوش كقانون، اخذناه كفكره مساله. هو مش قانون، هو حاله خاصه من ده. تمام. يبقى اخذنا دول بالترتيب، وبعد كده اخذنا ده، وبعد كده اخذنا ده عشان نعرف ايه نحل differential equations. ايه بقى نوع differential equations عشان احنا محليناش خالص عليه؟ بس تعال نتكلم كده بس في جمله في دقيقه. ايه نوع الديفرنشال ايكويشنز اللي اعرف احلها بطريقه لابلاس ترانسفورم؟ هي نفس النوع اللي كنا بنستخدم فيه اوبريتر ميثود، اللي هي ايه بقى اسمها الرسمي؟ هاير اوردر لينير ديفرنشال ايكويشنز وذ كونستنت كوفيشنتس. اوردر عالي ولينير بس كونستنت ايه؟ كوفيشنتس. يعني ايه كونستنت كوفيشنتس؟ يعني الواي داش مش مضروبه في حاجه، مضروبه في ثابت، مش مضروبه في تي مثلا. طب لو هي تي في واي داش كنا طبقنا ده مع ده، فبالتالي هيبقى عندي ديفرنشيشن في الاس دومين، فبقى ديفرنشيشن كوشن في الاس دومين. متخيلين؟ لو انا عندي تي في واي دوت لما اجي اجيب لها البلس والفوتون بتاعها هتبقى ديفرنشيشن كوشن برضه في الايه؟ في الاس دومين، فما استفدناش حاجه. تمام. اويلر كوشن مثلا هتبقى برضه ديفرنشيشن كوشن في الايه؟ في الاس دومين. فهي عشان تبقى الجبريك كوشن لازم تبقى لينير وذ كونست كوفيشنتس. طيب في حاجه تاني بقى، كان في الجزء اليمين من المعادله حاجه برضو بجيب لها لابلاس ترانسفورم بتاعها. طيب ايه الحاجات الاساسيه بنعرف نجيب لها لابلاس ترانسفورم بتاعها؟ الاي والساين والكوزاين. اعرف اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع التان؟ لا. اعرف اجيب لابلاس ترانسفورم بتاع واحد على اكس او واحد على تي يعني؟ لا، ما انه الليمت بتاعها لو واحد على تي ينفع اطبق القانون ده؟ مش في هنا كونديشن انه الليمت اكزيست تمام. المهم انت لو ركزت في الدوائر اللي اعرف اجيب لها لابلاس ترانسفورم هي الدوائر اللي اعرف اشغل عليها اوبريتر ميثود، صح ولا لا؟ لا اكتر ولا اقل، هي نفس انواع الدوائر.
طيب لو الجزء اليمين من المعادله كان حاجه مثلا كان فيها تان، ما اعرفش استخدم البروسس فون، كنت استخدم فاريشن اوف بارامترز. تمام، بس اطمنوا المساله هتيجي هتبقى لينير كوفيشنتس، وهتبقى الرايت هاند سايد حاجه عارف اجيب لها البروسس فون بتاعها. تمام، بس عشان هو ده يقع فين، يعني ليه اخذنا كل الطرق اللي اخذناها في الترم الاولاني طالما احنا هنعرف نحل البروسس فون؟ لا، ده احنا البروسس فون ده حاله خاصه من الحاجات اللي احنا كنا بناخدها ايه في الترم الاولاني، مش بيحل كل حاجه، هو مش ساحر ولا حاجه. تمام، واللي هيجي لنا في الامتحان هي الحاله خاصه. طيب نتكلم بقى على البرودكت فانكشنز. معك حق في دي، معك حق دي، دي بقى دي فعلا حاجه ما اقدرش اطبق عليها اوبريتور ميثود، لكن اعرف اطبق عليها يعني اجيبها بالبلاسس فورم. صح، معك حق. ما جاتش بالي بصراحه. باشمهندس بيقول ايه، نفترض الطرف اليمين من المعادله التفاضليه كان عباره عن تان ماينس 1، التان ماينس 1 اعرف اجيب له البلاسس فورم بتاعه. اللي هي بفاضل، تمام، لكن ما اقدرش ادخل عليها اوبريتور ميثود، ما ينفعش ادخل عليها اوبريتور. طيب تعالوا بقى نتكلم على بيريودك فانكشنز. هذا القانون بتاع البروسس فورم بتاع بيريودك فانكشن، اثباته هقول فكرته كلامي كده بالكلام. تمام، بس خلينا نقول بس نستيت القانون بيقول ايه. لو انت عندك بيريودك فانكشن والبيريود بتاعتها تي كابيتال، يعني بتكرر كل تي كابيتال، اعمل ايه عشان تجيب البروسس فورم بتاعها؟ بصوا احنا كنا بنتعامل معاها كانها ديفايند من 0 تي وبعد كده مش موجوده او قبل كده مش موجوده. لو هي فانكشن ديفايند من 0 تي كابيتال ومش موجوده بعد كده ولا قبل كده، كنا عملنا ايه عشان نجيب البلاسس فورم بتاعها؟ ضربناه في اس ناقص اس تي وكملناها من زيرو لانفينيتي، بس هي متعرفها بس من زيرو لتي. تمام، يبقى انا كده جبت البلاسس فورم بتاع مين؟ الجزء ده كانه موجود لوحده. طيب مش ده شيفت فيرجن منه؟ ولما يكون في شيفت اطبق قانون الشيفت الثاني اللي هو بيقول ايه؟ ده شيفتد بضرب في اس ناقص كي اس. تمام، يبقى البلاسس فورم بتاع الجزء ده هو نفس البلاسس فورم بتاع الجزء ده بس مضروب في اس ناقص كي اس، والكي هنا بكام؟ تي كاب. طيب دي تمام، البلاسس فورم بتاعها هو ده بس مضروب في مين؟ اي اس ناقص 2 اس تي كاب. تمام، طيب يبقى انت لو فكيت الكلام ده هتلاقي الكلام ده بيتحقق. لو فكيت ده عن طريق خليها كده 3 تي في اس، متخيلين يا باشمهندسين؟ ده البلاسس فورم بتاع الجزء الاولاني، لان هو بجيب البلاسس فورم الداله متعرفها من 0 تي بس، بضرب الداله في ناقص تي وكامل من 0 تي. طيب الجزء الثاني هو شيفتد، طالما شيفتد اطبق ايه؟ سكند شيفت ثيرم، اضرب في مين؟ في ناقص 2 تي اس، كاني بعتبر الكي هي ب 2 ب تي هنا، وبعد كده الجزء الثالث مضروب فيه ناقص 2 اس جزء، وهكذا. لو جمعت دول عن طريق التايلر سيريس هتلاقي انه ايه؟ انه ده عباره عن اكسبانشن تايلر اكسبانشن بتاع الكلام ده.
تمام حلو. في بس نقطه للاسف احنا بنعتبر التي كابيتال في الفوري سيريز عباره عن نص بيريد، لكن هنا بيريد كام بس، هو ده الفرق. طيب حل مساله طويله شويه. طيب المسألة دي كانت في الكويز بتاع السكشن من سنتين كده، والناس اعترضت عليها قوي وقالت ان هي مسألة صعبة قوي، بس هنحلها مع بعض لو انها سهلة جدا. تمام، هي ثلاث مسائل. ايه كنت بديهم وقت قد ايه؟ طيب انا اقول لك هنحلها مع بعض واقول لكم انا كنت بديهم ايه وكاتب لهم ايه على السبورة واديتهم وقت قد ايه. اولا تعالوا نحسب التكامل ده. لان احنا هنحتاجه. نحتاجه ايه؟ واحنا بنحسب دي، لان هيبقى عندنا ساين فيوس ناقص اس تي. تمام؟ طيب نحسبه كده على جنب. عندك طريقتين، يا الا عن طريق اويلرز فورمولا، يا الا عن طريق التجزيء، بس هتضطر تجزأ مرتين. طيب تعالوا نسمي الانتجريشن ده اي، ونقول اليو بتساوي اس اي تي، دي الداله اللي هفضلها في التجزيء. والدي في اللي هي بكام؟ ساين بي تي، كان ممكن اعكس مش مشاكل، دي من الحالات النادره اللي انا ينفع يعني اكمل اي جزء وافضل اي جزء. طيب الدي يو او اليو داش، والفي. تمام، يبقى الاي بتساوي ده في ده ناقص ده في ده. حلو، مين الاي دي؟ تفاضل. هنا ما هي دي ده في ده، هو ايه هو التكامل الرئيسي في اي دي بالظبط؟ هي اي بتساوي اي ضرب اي تي، اي دي كانت ايه بالظبط كده؟ اي دي. بص يا سيدي، ده تكامل عام يعني، تكامل كده فورمولا. تمام، عام من المساله، المساله حاله خاصه بينه. تمام، الاي دي هنشيلها ونحط بدلها ناقص اس كمان شويه. تمام،
طيب دلوقتي التكامل ده هسميه R، واخده واحسبه على جنب. ممكن تستخدم Euler's formula مفيش مشاكل. مين اللي فاضله؟ الـ UCAT. مين اللي كامله؟ يبقى DU بيساوي A في UCAT DT، والـ V يبقى الـ R بتساوي إيه؟ ده في ده ماشي؟ ناقص ده في ده. طيب تكامل ده في ده اسمه ايه؟ اي معايا؟ يبقى دلوقتي عندي اي بذات الار والار بذات الاي. طيب تعال نكتب كده الاي تاني، يبقى الاي بتساوي ناقص اس اي تي كوزاين بي تي على بي زائد ايه على بي في الار، والار اساسا عباره عن الكلام ده. تمام، عايزين نختصر المعادله دي عشان نجيب مين؟ الاي. تمام، مش هنسين عندنا التكامل اي في ساين اعمله بالتجزئ، طلع لي بدايه تكامل اي في كوزاين اعمله بالتجزئ برضو، هيطلع بدايه التكامل الاولاني. يبقى الاولاني طلع بالنسبه الثاني بدايه الثاني، والثاني طلع بدايه الاولاني. اخد المعادلتين دول دي ودي احلهم مع بعض، اسمي دي معادله رقم واحد ودي معادله رقم اثنين، احلهم مع بعض تديني المعادله دي. طيب عايزين نجيب بقى الاي، خلاص قربنا نخلص. هتلاقي انت عندك ايه على بي مضروبه في ناقص ايه على بي، تبقى A سكورد على B سكورد بس بالماينس من ناحية اليمين، تروح ناحية الشمال بالموجب. تمام، يبقى عندك I في واحد زائد A سكورد على B سكورد، ده في ناحية الشمال. ناحية اليمين UCAT هاخدها على مشترك من بين الاثنين دول. تمام، هيبقى عندك ايه؟ ناقص كوزاين BT على B. ودي زائد A على B سكورت ساين B T. لغاية ده الشكل مش ظريف، اضرب معادلة كلها في B سكورت. تمام، هيبقى عندك هنا A سكورت زائد A B سكورت، انا ضربت المعادلة كلها في B سكورت. في الاخر هيطلع التكامل بتاعك ماشي، طولنا قوي. كل اللي عايزه بقى من الموضوع ده كله انه التكامل ده بكام؟ واحد على A سكورد زائد B سكورد مضروبه في UCAT، وبعد كده A ساين ماينس B كوزاين، بس مش عايز كل الكلام. لا كده بداية المسألة. طيب في الكويز بقى الدفعة اللي اديت لهم الكويز ده كنت كاتب ده الكلام ده في الايه؟ على السبورة. خلاص؟ يعني ده كان فورملا جيفن، كانها فورملا كده، فورملا شيت جيفن. بس نبتدي بقى نحل المسألة عن طريق القانون ده. كل اللي فات ده كان مجرد تمهيد. طيب عايزين نحل الجزء رقم ايه؟ فالفانكشن دي لو انت رسمتها هي عباره عن ساين من 0 كام؟ من 0 باي، ومن باي ل 10 باي بكام؟ 0، وبعد كده بريودك. فين بقى التي بتاعتنا؟ هي دي بتساوي كام؟ يبقى عايزين نطبق القانون ده، بس نشيل كل تي كابيتال نحط بدلها 2 باي، ونشيل كل اف اوف تي نحط بدلها مش ساين بقى، لا دي ساين من 0 لباي و0 من باي ل 10 باي.
طيب يبقى البلس سوان بتاع الفانكشن اف تي بتساوي بما انها بريودك واحد على واحد ناقص اس ناقص اس في تي وتي ده كام؟ تين باي. طيب التكامل المفروض التكامل من زيرو لتين باي للاف اوف تي، من زيرو لتين باي للاف اوف تي، ما ينفعش اشيل الاف اوف تي دلوقتي. طالما قلت التكامل من زيرو لتين باي ما ينفعش اشيلها دلوقتي. التكامل من زيرو لتين باي ده افكه الى تكاملين، من زيرو لباي بكامل الساين، من باي لتين باي بكامل الزيرو. يبقى في النهايه هيبقى واحد على واحد ناقص اس ناقص اتنين باي اس، اشيل الاف اوف تي احط بدلها ساين، بس من كام لكام؟ 0 باي. طيب من باي ل 2 باي بكامل الصفر. نيجي بقى هنا نعمل ايه بقى؟ نعوض. ماشي، نعوض في قانون الاي بكام والبي بكام؟ تمام. الاي بتساوي، قارن يا جماعه التكامل ده بالتكامل ده، الاي بيساوي نيجاتيف اس، الاي اللي هي المضروبه في التي في التكامل. طيب البي ساوي واحد. حلو. طب القانون اللي بتاع ده مش محتاجينه، خلاص استخدمناه. يبقى النتيجه بتاعت الكلام ده واحد على واحد ناقص اي اس ناقص 2 باي اس، واكتب بقى اي اس اي تي يبقى اي اس ناقص اس تي. ما ينفعش، ما ينفعش اس وتي سمول، لا ينفع لانه ده تكامل محدد لسه عوض بحدود تمام على اي سكورد زائد بي سكورد، يبقى على اس سكورد زائد واحد. مضروب في مين؟ في مين بقى؟ ناقص اس، صح ولا لا؟ في ساين بي تي، يبقى ناقص اس في ساين تي ناقص كوزين تي. تمام. وعوض من زيرو لكام؟ ساين باي بزيرو. ساين زيرو كام؟ بزيرو. ما تبالكش غير التعويض في مين؟ في الكوزاين. حلو. يبقى كان بيساوي، خد الجزء ده زي ما هو، كوزاين باي بنيجاتيف واحد، في نيجاتيف تدي لك واحد، بس دي مش بواحد، دي بكام؟ اس ناقص اس باي. حلو. طيب وبعد كده ماينس التعويض بزيرو يدي لك كام؟ بواحد. في نيجاتيف يبقى ايه؟ بوزيتيف. وقيس زيرو في اس واحد. تمام. في مين ده نسيته؟ ماشي. لا تعالوا نحلل اللي تحت زي ما باشمهندس قالوا. ده يبقى ايه اللي تحت ده؟ هي دي زاد ولا احنا اتفقنا ان هي موجب ولا زاد؟ موجب ولا سالب؟ اتفقنا ان دي موجب ولا سالب يا جماعه؟ موجب. تمام. ودي هتبقى برضو زيها، فدي هتروح مع دي، وعندي واحد على اس سكوير زائد واحد. حلو. انا كده جبت مين؟ جبت ده. الباقيين هيتحلوا في ثواني. ماشي. صعوبة المسألة في القانون ده ياخد وقت، بس لو هي فورمولا مديها لك الموضوع يعني مش طويل قوي. طيب اكتب لي جي اوف تي ان ترمز اوف اف اوف تي، وبعد كده استنتج البلس سوم بتاع مين؟ جي اوف تي. مين البلس سوم بتاع اف اوف تي؟ من غير ما تعيد الكلام ده، مش هستخدم القانون اللي هو، مش هستخدم الكلام ده تاني، هستخدم النتيجه النهائيه تاني يا باشمهندسين. تعال نرسم اف اوف تي، جي اوف تي اسف، زيرو وبعدين
بصوا هي ساين كده، هي بتساوي زيرو من زيرو باي، من باي لاتنين باي. تمام. وبريودك. تمام شيفتد. طيب لو دي كان كده كان لتحت، خليها لتحت الغرض في نفسي. ماشي. حد بقى يقول لي جي اوف تي عباره عن ايه؟ بدايه اف اوف تي ايه علاقه دي بدي؟ هنشتغل على الموجب. مين مين؟ ماشي. عشان هي لا عشان هي ماينس وخلاص، بس يعني عشان مش عشان حاجه. طيب هي هي هي, هي, هي ماينس من غير الاتش اوف تي، بس دي عشان عايز اجيب لها بلس فون بلس فون دلوقتي. تمام. فده لو شلته هيبقى صح، بس من غير مش عارف اجيب البلس فون بتاعها. طيب حد يقول لي بقى البلس فون بتاع جي اوف تي؟ خدت النتيجة دي وبس ضربتها في ماينس يس ناقص باي اس. الماينس دي اللي هي الماينس دي، واليس ناقص باي اس جاية من الايه؟ الشيفت هير. بس طيب عايز حد يستنتج لي دي. دي زائد دي هطبق اللينياريتي بتاعت اللابلاس فورم. طيب ركز بقى معايا، اجمع دي على دي تلاقي حاجه غريبه حصلت. اللي هو ايه؟ البلس فور بتاع الساين. ازاي؟ دي لو جمعتها على دي تدي لك ساين كام؟ خلاص؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كويس ده كان كويس.